في الفترات اللي فاتت كان في حالة من القلق عند المغتربين اللي فعلا متواجدين في المملكة او اللي نفسهم يسافروا يشتغلوا هناك، وده بسبب اتجاه المملكة لسعودة الشركات لكتير من الوظائف وانهم ممكن ينزلوا نهائي مصر. ولكن الحقيقة ان ما زالت المملكة في احتياج للوافدين ولوظائف معينة ليهم، وفي برضو وظائف خاصة بالمواطنين السعوديين، ولو عامل وافد اشتغل فيها بيدفع غرامة 20,000 ريال، وانت اصلا مرتبك في كام 20,000 ريال؟ مش من قلة الوظائف للمغتربين يعني. على سيرة المرتبات والأجور، ففي الساعات اللي فاتت المملكة خدت بعض الإجراءات الجديدة لحماية الأجور. يا ترى إيه الإجراءات دي؟ وهل ممكن تكون ضد المغترب ولا في صالحه؟ وهل في شروط أو تحذيرات تاخدوا بالكم منها؟ كل التفاصيل دي هوضحها لكم في الفيديو ده، فخليكم معنا. لو أنت مغترب في السعودية وبتشتغل هناك أو لسه هتسافر قريب، ركز بالفيديو ده واعرف اللي ليك واللي عليك علشان تبقى مسافر على نور وعارف كل التفاصيل الخاصة بشغلك وبأجرك كمان. في قوانين معينة لازم تلتزم بيها، وفي حالة مخالفة القوانين دي العقوبة بتكون تقيلة جدا، وانت مسافر اصلا ربنا عالم بحالك، فهقولك التفاصيل وانت كل اللي عليك تركز وتلتزم بالقوانين والإجراءات دي. في الساعات اللي فاتت انتشرت بعض الأخبار على ان الحكومة السعودية خدت بعض الإجراءات الجديدة الخاصة بأجور العاملين بالمملكة، وده علشان تحافظ على الحقوق التعاقدية للعمالة داخل المملكة، وكل طرف من الأطراف سواء الموظف أو صاحب العمل يبقى عارف الدنيا ماشية ازاي، كل واحد عارف حقوقه وواجباته ومحدش يجي على التاني، وخاصة صاحب العمل في حتة الأجور والمرتبات. عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية قال ان الإجراءات الجديدة دي خاصة بانقطاع العامل عن عمله، يعني لو صاحب العمل عاوز يمشي الموظف او العامل اللي شغال معاه وينهي التعاقد ده، بيقدم صاحب العمل طلب بده، وبعد كده بتتوقف او بيقف كمان ارتباط بيانات العامل الوافد بالشركة دي، وتكون حالته في انظمة وزارة الموارد البشرية منقطع عن العمل، وملهوش اي مرتبات من صاحب العمل ولا له اي صلة بالمنشأة دي. ولكن العامل ده له مدة 60 يوم ان هو يدور على شغل جديد وينتقل لصاحب عمل تاني، او انه ينزل مصر نهائي، ونخلي بالنا من المدة شهرين بس. طيب لو عدى الشهرين وانت ما اخترتش حاجة من الاتنين، اما شغل تاني او انك تخرج نهائي، وضعك هيبقى ايه؟ الحقيقة في الحالة دي هتتحول حالتك في انظمة وزارة الموارد البشرية وكل الانظمة المرتبطة بها لمتغيب عن العمل. طيب بالنسبة للعمالة الوافدة اللي لهم من الاول بلاغات تغيب عن العمل قبل تاريخ التحديث، يعملوا ايه؟ في الحالة دي هيتم السماح لهم ان هم ينقلوا خدماتهم لمنشأتهم في حالة لو حالتهم كانت متغيب عن العمل. كمان هيتم نقل رسوم المقابل المادي المتأخرة على سجل العامل لصاحب العمل الجديد، وده بعد موافقته طبعا. خلي بالك قدامك مهلة 15 يوم بس علشان تنقل خدماتك لصاحب عمل جديد. في حالة ان ده ما حصلش خلال المدة من تاريخ موافقة وزارة الموارد البشرية على النقل، هيبقى الوضع كما هو عليه وحالتك في الأنظمة هتفضل متغيب عن العمل. أكد حنفي كمان إن الإجراءات دي في صالح المصريين المقيمين في المملكة، وإنها تنهي مشكلة كبيرة جدا بتواجههم، وهي بلاغات الهروب الكيدية. الإجراءات دي من ضمن جهود الوزارة علشان تحمي الطرفين سواء العامل أو صاحب العمل، وعلشان كمان يبقى في تحسين في كفاءة سوق العمل في السعودية. الحقيقة إن برنامج حماية الأجور ده كانت آخر مرحلة في تطبيقه من حوالي سنتين، وقالوا ان البرنامج ده بيتم تطبيقه على المنشآت اللي بيتراوح عمالتها من 1 لـ4 عمال، والهدف من ده تقليل الخلافات وحماية حقوق العاملين. من اكتر الجهات اللي بتستفيد من البرامج دي هي منشآت القطاع الخاص، لانه بيتأكد من مواعيد صرف الاجور بالوقت المتحدد والمبلغ المتفق عليه، ومفيش تأخير او تلاعب. كمان تفادي اي اختلاف في البيانات المسجلة من صاحب العمل واللي بتمنح بالفعل للموظفين. البرنامج ده زي اثبات لحقوق الموظفين ومرجع لبيانات الأجور لو حصل خلاف كده ولا كده في صرف الرواتب. الأهم إن كل مغترب ياخد باله من حالته الوظيفية ويلتزم بالإجراءات دي علشان ما يرجعش مصر إيد ورا وإيد قدامه كأنه ما عملش حاجة. كمان شاركونا برأيكم في التعليقات، هل أنتم شايفين إن البرنامج ده والإجراءات دي في صالح الموظفين المغتربين ولا ممكن تكون ضدهم؟